خبر رد ساخر من موريس بخصوص مباراة ويست هام والسيتي. طبعا زي ما قلنا يعني لعشاء الدوري الانجليزي منتظرين الحقيقة يوم الحد اللي جاي مباراة حامل اللقب المان سيتي امام ويست هام في ختام منافسات البطولة. وديفيد مويس المدير الفني لويست هام النهاردة يعني بشكل في سخرية على سؤال يمكن بشأن المباراة ديت ما بين فريقه وما بين السيتي، وإذا كان قادر على إيقاف السيتي عشان يمنح لقب الدوري هذا الموسم إلى العملاق اللندني أرسنال حال فوزه في الجولة الأخيرة. ديفيد مويس يمكن رد على السؤال دوت ورد واضح جدا وقال هل ويست هام قادر على إيقاف مانشستر سيتي؟ يعني قال من الصعب طبعا إيقاف الفريق فريقهم تحت 14 سنة، يعني هو يعني نوع من السخرية. انت حضراتكم كمان هو مش هيكمل السنة الجاية، يعني مويس مش هيكمل مع ويست هام الموسم الجاي، لكن هي مباراة قوية جدا، مباراة كل حاجة واردة في كرة القدم الحقيقة. يعني المان سيتي هو الأقرب طبعا، لكن مباراته أمام ويست هام أكيد مباراة قوية جدا جدا، وفي حالة تعثر المان سيتي بهذه المباراة أعتقد أن الأرسنال هيكون هو بطل نسخة البريمير ليج. عندنا خبر